بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة مالتنا اليوم كوكسيجال فيرتبرا، هو العظم العصعصي. المين بوزيشن مالتنا هو الترو لاترال، إذن الترو لاترال هو المين بوزيشن، الوضعية الرئيسية. The patient lay، إن تكون الوضعية مالته استلقاء ترو لاترال بوزيشن، نستعمل لها من البكي. ما دام نستعمل البكي، the coxygel يعني هذا المكان مالتها on the center line of the table، لازم يكون على الخط المنصف للمنضدة. flex both legs، إذا الاثنين الاثنين مالتين join and hip join over lapping، تخلي واحدة فوق الثانية. flex the both arm elbow من ناحية من حد من يم الإلبو، and both hands put under the head، جو الرأس. The upper border of the film should be level، الحافة العليا للفيلم مالته خليها ويا الإليك كريست، ويا الإليك كريست. السنتر مالتي راح يكون 3 inch below the إليك كريست، 3 إنجات أسفل الإليك كريست. التيوب مالتي راح يكون direct on the center، إذا هذه البيشنت يكون نايم true lateral، إذا يكون البيشنت نايم true lateral. true lateral both leg تكون واحدة فوق الثانية overlapping. السنتر مالتي راح يكون وين؟ طبعا العضو المراد فحصه هو هذا الكوكسيجل، يكون فوق الخط المنصف مال المنضدة. السنتر مالتي 3 inch below iliac crest، والتيوب مالتي راح يكون perpendicular on the center. إذن هذا المكان الصغير اللي هنا هو الكوكسيجال، هو هذا الكوكسيجال. إذا طلب الدكتور من عندنا بعد وضعية ثانية أدشن، راح تكون هي anterior posterior position. البوزيشن مالتنا anterior posterior position، the patient supine، إذا راح يكون البيشن نايم supine، وين؟ على البيكي تري، ونستعمل لها من صينية البكي. صينية البكي، ومادام قاعد نستعمل صينية البكي رح يلازم العضو المراد فحصه، ده يكون فوق خط المنصف للمنضدة. وفليكس بوست ليك اثنين اثنين من الهيب جوين ومن مي جوين. الأبر بوردر مالت الفيلم مالتي هم ينسيم ليفال بالنسبة للإليا كريست، والسنتر مالتي 3 انج بيلو ذا إليا كريست، 3 انجات جوا الإليا كريست. هنا أنا من قاعد أصور على هذه الوضعية، وحتى تكون إذا نسوي بها همين راح أسوي بها أنجوليشن. هنا الأنجوليشن وين راح يكون؟ داونورد إلى الأسفل، إلى الأسفل، داونورد on the center، on the center. شوف شو الحلو راح تطلع لي إذا سويناها داونورد. إذا انشال عندي هذا المكان كله انشال، فشوف شو الحلوة طلعت عندي. إذا هذه الوضعية anterior posterior، ماشي. إذا الوضعية مالتي anterior posterior، استعمل بالبكي قاعدة يستعمل. هنا أنا السنتر مالتي 3 inch below the iliac crest، نزل جواها. التيوب مالتي بها ميلان 15 degrees downward. شوف الوضعية مالتي طلعت كلش حلوة. شكرا.